السلام عليكم. سؤال آخر، بهذا السؤال عندي دالة مكونة من 4 متغيرات. لاحظ البارشال ديريفيتيف الدالة ممكن تكون عدد متغيراتها ايش قد ما تريد، ما يفرق. فهاي الدالة من 4 متغيرات. شوف نص السؤال، نص السؤال يقول لك find the partial derivative، احسب البارشال ديريفيتيف للgiven function اللي هي i with respect to each variable، نسبة لكل variable. يعني كل واحد مرة partial للx، مرة partial للy، مرة partial للz، مرة partial للw. فنص السؤال يقول لك الجد البارشال لكل واحدة من المتغيرات. تمام، خلي نحل هذا السؤال. مثل ما نعرف أول شيء نبدي به، نبدي بالx. فpartial الدالة اسمها f، partial f زين للpartial x، هذا أريده هسه حاليا. زين هذا شلون ألقاه؟ أنا دا أشتق نسبته للx، كل المتغيرات الباقية أعتبرهن ثوابت. تمام، فوين عندي x؟ هنا أنا تجي بالبداية عندي x تكعيب، شو تصير؟ الثلاثة تنزل تصير 3x تربيع، اشتقيت الx 3x تربيع، والباقي كله ما بي x فيعتبر ثابت، ينزل كله على حاله، يعتبر ثابت وينزل. زين، لأن كلهن ضرب. هسه لو عندي جمع أقول لك مشتقة ثابت صفر ويصير صفر، بس هنا لأن اكو ضرب بيناتهن فيعتبر ثابت وينزل. كأنما هنا مثلا عندك رقم 20 بصف الاكس، مشتقة اكس تكعيب تنزل 3 في 20 في اكس تربيع. تمام، فهذا كله يعتبر ثابت وينزل بعد، ما له علاقة به. فأكتبه اي أس 3y ناقص 4z زين كوساين 2w. زين هسه لقينا البارشال اف البارشال اكس. هسه خلي اجي القى البارشال اف، اخلي الوان مختلفه حتى تفرق بينها. بارشال اف البارشال واي زين يساوي الواي، وين موجود عندي؟ اذا تلاحظ مو ما باو على هلا، هذا الغلط دير بالك غلطه، تباو على الرئيسيه دائما. اوكي، اجي اباوع على الواي، هنا تبدي اكس عندي تكعيب، هذا ما يهمني لان بي اكس وانا بدي اشتغل نسبة للواي، فهذا ما له علاقة بي. هنا الاي اس 3y ناقص 4z، هنا عندي واي، اذا هاي تشتق. فايش اكتب؟ راح اخلي هنا مكان للاكس، اكتب اي مشتقة، طبعا مشتقة الاي اس 3y ناقص 4z، تنزل الاي نفسها نفس القيمة، تنزل كلها الاي نفسها تنزل اي اس 3y زين ناقص 4z، لكن في مشتقة الاس. مشتقة الاس شنو هي؟ اذا نجي على مشتقة الاس، اوكي في مشتقة الاس، اوكي خلي اكتب شنو هي مشتقة الاس. عندي 3y ناقص 4z، دا اشتق نسبة للواي، مشتقة ال 3y شنو هي؟ الواي تروح تصير بس ال 3. تمام، زين ناقص 4z، هاي ال 4z كلها تعتبر ثابت لان انا اشتقت نسبة للواي، فهي مشتقتها صفر، ففي 3 وخلاص. تمام، اشتقيت هذا، اذا الباقيات كلهن نزلن ما له علاقه به، لان الباقيات كلهن يعتبرن ثوابت، اللي هو ال اكس تكعيب والكوساين 2w. اكتب الاكس تكعيب ينزل ما له علاقه به، وعندي كوساين 2w نزل. تمام، لقينا البارشال اف بارشال واي. هسه اجي اريد البارشال اف البارشال زد زين يساوي، ندور على الزد هون موجود. اوكي، الزد عندي موجود بالاي فقط، ماكو غير مكان. ف يعني دا اشر على هاي غلط، اشر على هاي لازم اشر على الرئيسي، لان هاي اشتغلت، لا لازم اشر على الرئيسي. الزد عندي هنا موجود بالاي فقط، فالباقيات ما اهتم لها، تم للاي حاليا، فخلي شويه فراغ واكتب. طبعا عادي تقدر هنا تشتق الاي وبعدين تنزل الباقيات، شلون ما ترتبها رتبها مو مهم. فاجي على الاي، اكتب الاي مشتقة، طبعا الاي نعرفها، الاي تنزل نفسها في مشتقة الاس، نفسها هي والاس مالتها الطويل
في مشتقات الأس، فهسه إي أس 3 واي، تمام، ناقص 4 زد، تمام. في مشتقات الأس، الأس 3 واي، يعني داشتك نسبة للزيت، لاحظ داشتك نسبة للزيت، فالثلاثة واي هنا ثابت مشتقاتها صفر، أوكي. عندي ناقص 4 زد، بالزد داشتك نسبة للألف، مشتقاتها تروح الزد تبقى بس ناقص 4، هنا عندي ناقص 4، تمام. وماكو عندي زد بغير مكان، فالباقيات ينزلن، ما عندي إشكال بيهن. عندي اكس تكعيب وعندي كوسين 2 دبل، اكس تكعيب كوساين 2 دبليو، تمام. اذا هسه حليتهم كلهم، بقى عندي ال دبليو، فاكتب بارشال بارشال اف بارشال دبليو يساوي، ادور وين عندي دبليو، عندي بس بالكوساين هاي بالشعب، فاكتب يم الكوساين فقط، اشتق الكوساين اللي بيها دبليو فقط، بغير مكان ما عندي دبليو، فذني خلي اخليه المجال. طبعا هذا المجال مو مهم، تقدر تخلي الكوساين بالبدايه بعدين ذني تلزقهن، مو مهم، تمام. فالكوساين 2 دبليو شنو مشتقتها؟ مشتقه الكوساين نعرفها سالب ساين 2 دبليو، تمام. في مشتقه داخل القوس، مشتقه داخل القوس 2 دبليو 2، فهاي مشتقه كوساين 2 دبليو، الباقيات نزلن، مثلا عندي اكس تكعيب، وهنا عندي اي اس 3 واي ناقص 4 زد، وهذا الحل بكل بساطة. لقينا الحل لكل وحدة من ذني، بارشل اف بارشل اكس بارشل اف بارشل واي بارشل اف بارشل زد بارشل اف بارشل دبليو. هذا السؤال حلو الواحد يتمرن عليه حتى يعرف شلون يحل هالموضوع مال بارشال، وان شاء الله نحل بعد اسئله اكثر، وشكرا.